هنروح مع حضراتكم لدراسة فرنسية جديدة. هذه الدراسة كشفت أنه يمكن للناس تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق إجراء تغييرات في عاداتهم. أهم عادة من المطلوب أن هم يغيروها عشان تجنبا للإصابة طبعا بالسكتات الدماغية وكده هي وقت تناول الأكل. أنا مش عارف هو يعني هيبتدوا كمان يتكلموا في إمتى ناكل وإمتى أنا جعان مثلا دلوقتي آكل انت جعان على طول، يعني في الحال اللي زي دي في لازم تاخد بالك برضو. الدراسه تناولت هذا الامر ولا لا؟ اتكلمت عليك تحديدا. طيب تمام. لا اي حال، خلينا نعرف مع حضراتكم ايه اسباب هذه الدراسه، او ايه يمكن الدراسه تناولت، ايه العوامل بالفعل اللي بتؤثر على السكتات الدماغيه زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. مش بس كده الحقيقه، يمكن العلماء ايضا اكدوا ان نمط الحياه الحديث ادى لعادات غذائيه سيئه زي تناول العشاء في وقت متأخر أو حتى تخطي وجبة الفطار. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم، وصباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل مشاهدي القناة. وأحب أن أنا أهني كل المصريين بالعام الجديد 2024، إن شاء الله يبقى عام سعيدة على الجميع وكل صحة لكل المصريين. اللهم أمين. طيب يعني حسب هذه الدراسة يا فندم، إيه أسباب الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية؟ يعني هل بالفعل العادات اليومية أو نمط الغذاء بشكل عام ممكن يؤدي إلى سكتات دماغية؟ طبعا هو العادات السيئة طبعا من الحاجات اللي هي بتؤدي إلى زيادة الإصابة بالسكتات الدماغية وبالأزمات القلبية، لأنه الأكل من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على الجسم. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الأكل وخصوصا الكوليسترول الضار ده بيترسب جوه شرايين الجسم وبيؤدي إلى ضيقها، ولما الضيق ده بيزيد ممكن يؤدي إلى انسدادها وحدوث جلطة في القلب أو جلطة في المخ، ودي اللي بتسبب الأزمات القلبية وبتسبب السكتة الدماغية. السكتة الدماغية ممكن تكون حاجتين. السكتة الدماغية دي ما بتنتج نتيجة لأن الدم ما بيوصلش لخلايا المخ، يا إما أن ضيق الشرايين اللي بتغذي المخ نتيجة لترسب الدهون والكوليسترول جواها، أو نتيجة أنه بيتكون جلطة. قد تكون الجلطة دي متكونة مثلا جوه القلب وبعدين بتمشي في الدم وبتوصل للمخ، أو نتيجة أنه يحصل نزيف في المخ نتيجة لارتفاع شديد في ضغط الدم وبيكون في شريان الجدار بتاعه ضعيف فبيؤدي الى انفجار هذا الشريان وحدوث نزيف في المخ وحدوث السكتة الدماغية. تمام. طيب دكتور شريف، الدراسة اتعملت على 103 ألف شخص متوسط عمرهم 42 سنة، هل السن بيفرق؟ وكمان هل فصيلة الدم بتفرق؟ طبعا هو السن بيفرق في الإصابة بالسكتات الدماغية أو بالإصابة بالأزمات القلبية. طبعا كل ما بيزيد السن كل ما نسبة الإصابة بتزيد، كل لما بيقل السن نسبة الإصابة بتقل. ولكن في الفترة الأخيرة احنا وجدنا انه الجلطة ممكن بتصيب الشباب. احنا وجدنا ان في بعض الشباب في سن 18 سنة و20 سنة بيجوا معهد القلب مصابين بأزمة قلبية، وبنشخصهم في الآخر ان عندهم أزمة قلبية. فأصبح السن دلوقتي نتيجة بقى للأسف الشديد للعادات السيئة زي التدخين في سن الشباب الصغير، زيادة النسبة فيهم، العادات الغذائية السيئة، وتناول الوجبات اللي هي الجاهزة الغنية بالدهون والكوليسترول، بالإضافة بقى للشد العصبي. احنا دلوقتي الطفل وهو في الحضانة
اصبح في ستريس والدروس وعايز يحصل على مجموع عالي، وفي الثانويه العامه عايز يخش الكليه. اصبح دلوقتي التنافس ده بيخلي ان الانسان او الشاب في ضغط عصبي شديد، بالاضافه زي ما قلت انه ما فيش ممارسه رياضه. اصبحت كل المدارس الملاعب اللي كانت موجوده فيها تحولت الى فصول، النتيجه الاعداد الزياده من الطلبه. كان زمان الالعاب او ممارسه الرياضه ده جزء اساسي من اليوم الدراسي للطلبه، فما فيش ممارسه رياضه، عادات غذائيه سيئه، تدخين، فكل ده أدى إلى زيادة نسبة إصابة الشباب بأمراض القلب. طيب دكتور، يمكن حضرتك تحدثت عن الأسباب العامة، لكن الدراسة حددت أنه يمكن تناول العشاء بعد الساعة 9 مساء بتقول أنه مرتبط بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية والسكتة الدماغية. طبعا هي دي بتزود النسبة. وعايز أقول لحضرتك كمان إن لو الواحد اتعشى ودخل نام على طول، ده طبعا من العادات الغذائية السيئة جدا. في بعض الناس عاداتهم الغذائية إنه يروح ويتعشى وياكل وجبة. يعني المفروض يكون في وقت قد إيه أو مساحة قد إيه ما بين آخر وجبة ووقت النوم؟ على الأقل يبقى في ساعتين ما بين آخر وجبة وأكل والنوم. وطبعا الدراسة ديت من ضمن الحاجات العادات الغذائية انه ممكن في واحد ما بياكلش غير وجبة واحدة بس بالليل او وجبتين، وممكن الوجبة بتاع الفطار دي ما بياكلهاش وياخد بعضه وينزل يشتغل. طبعا عدم تناول وجبة طيب الفطار لو سمحت لي يا دكتور شريف، حاجة سيئة. هنتكلم عن وجبة الفطار، لكن بالنسبة لوجبة العشاء حضرتك قلت انه لازم يكون قبل النوم بساعتين، في اي وقت؟ يعني لو هو ينام الساعة 2 بالليل مثلا ممكن يتعشى الساعة 12، ولا في وقت؟ من العادات الغذائية دلوقتي اللي منتشرة ما بين المصريين انه في ناس كتير دلوقتي بتصحى طول الليل تنام قرب الفجر، يعني اللي هو اليوم بتاعهم بقى مقلوب. دي طبعا من العادات الغذائية السيئة. وعايز اقول لحضرتك معلومة انه الدراسات القديمة اثبتت انه الفترة اللي بيحصل فيها السكتات، اكثر فترة بيحصل فيها السكتات الدماغية والازمات القلبية هي في حدود الساعة 5 و6 صباحا. يعني ممكن الواحد بيخش ينام وبعدين الفترة ديت بيحدث فيها ارتفاع في ضغط الدم، فده بيزود نسبة انه الانسان يجيله سكتة دماغية او ازمة. صحيح يا دكتور، عشان كده بقينا نسمع كتير كده الشخص ده بيقولوا دخل نام وجم يصحوه ما صحيش، فيبقى اصيب بهذه السكتة الدماغية، والموضوع لازم نخلي بالنا منه طبعا، لانه لم يعد مقتصر فقط على مسألة السمنة او زيادة وزن، لا الموضوع بيؤدي الى السكتة الدماغية والوفاة. شكرا جزيلا دكتور شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق.